عندما يحقق أسكل رونغز باكن توازناً يقوم بذلك إلى أقصى حد. البعض يرى ذلك فناً، البعض الآخر قد يراه شيئاً سخيفاً، لكن بالنسبة إلي إنه كلام عن الحرية والقدرة على القيام بما أريده في حياتي. طوال أكثر من 10 سنوات قدم عروض توازن رائعة في جميع أنحاء العالم، على علو آلاف الأمتار في الجو وفي رياح قاسية وعلى أغراض متحركة غير ثابتة كدراجات ومناطيد. يقول أسكل إن تحقيق التوازن الأقصى يسمح له باختبار حدوده وإيجاد قدراته. معظم البشر يعيشون وهم يعتقدون أن أشياء كثيرة مستحيلة، بينما هي في الواقع ممكنة، لكن علينا العمل بجهد ورؤية الفرص.